الفيس كيفكم، ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين عم تشوفوا هذا الفيديو. انا منيحه يا اذا عم تسالوا ليش هيك شكلي، لانه قبل شوي صحيت من النوم. اذا عم تسالوا ليش هيك شعري، فلانه كمان قبل شوي صحيت من النوم والغيره كانت واقفه لفوق وما قال لي خليني اعملها، سو حطيت على جنب وحاولت انه شيل شعري هيك. صار لي زمان ما صورت باضاءه طبيعيه لانه دائما بصور المساء. ماما وطي الصوت. ثانك يو. اليوم بهذا الفيديو رح نجرب نلبس لبس عربي او هيك، بظن انه هو هيك لبس مغربي او خليجي او ما بعرف اذا عراقي، بس ما المهم انه هو لبس عربي. بعرف انه هو لبس عربي وانه الناس من زمان كانوا بيلبسوه، كمان بالمغرب بيلبسوه متاكده، وفي بظن بالخليج بيلبسوه. في ثلاثه، في هذا بنفسجي شكله شوي كبير كثير حلو، عجبني هذا، ان شاء الله يطلع حلو علي. وهذا كمان موجود لونه هيك ما بعرف شو اسمه، هذا اللون وردي بصلي وهيك يعني من جوا بيكون هيك، وبعدين بتلبسي هي فوقها، وانه يعني بيجي معه حزام. وكمان في هذا الازرق، ماما قالت انه هذا رح يطلع احلى واحد، خليني اجربهم واشوف مين احلى واحد رح يطلع، وبعد ما اجربهم رح شوف شو رح اعمل مع المكياج. جربت من قبل انه البس كعب ليوم كامل وكانت تجربة مؤلمة، بحس انه هي التجربة ما رح تكون مؤلمة كثير مثل الكعب، لانه الكعب كان مؤلم عن جد، يعني جدي كان عم يجرني من ورا. اذا ما شفتوا الفيديو روحوا شوفوه، رح يكون هون هون على الآية اللي هون. رح اجربهم واحد واحد ورح اجيكم وبعدين رح قرر اي واحد احلى. انا عندي شعور اني رح اوقع. طنشوا شعري ووشي وكل شيء. اوكي مثل ما قلت لكم طويل. رح اوقع هلا. لازم الحزام يلي بصراحه الله اعلم كيف بدي احطه. سو هذا طلع من الكيس وما بعرف هذا شو. سو اوكي سو هذا الحزام، بعرف هذا شو، بظن انه هذا يربطهم سوا. بظن انه الحزام بيجي هون و خليني اقول لكم شغله، ما في مرايه سو ما عم بشوف شيء انا. كيف بدي اربط هذا؟ بس هدول الفساتين رح يصيروا عنا تقريبا سنة ولهلا ما حدا لبسهم، يعني انا اول وحدة بجربهم. كيف بدي البس هذا يا رب؟ اي هذا بفوت هون ولا انا غلطانة؟ ما بعرف اذا انا عم بعمله بالطريقة الصحيحة. فوت يا اخي فوت. ماما كثير متحمسة لهذا الفيديو، صار لها زمان بدها انه صور هذا الفيديو، وانا انسانة كسولة وما فيني صوره بالمدرسة لانه ما بيعتبر يوم كامل هيك يمكن. اوكي ما بعرف اذا هي الطريقة الصحيحة اللي بيشدوا فيها. الحزام شوي كبير يعني فيني فوت ايدي هون، بس ما بعرف اذا هي الطريقة الصحيحة اللي بنلبس فيها. المفروض يكون الحزام هيك، بس هو هيك يعني شوي كبير وفيني فوت ايدي هون. هدول كثير عجبوني، بس المشكلة انه كبير. سو بحس انه عم بوص بهذا الفستان. او ماي جاد نزلت الغرة. طنشوا شعري بليز. كان صعب انه البسه لانه ما عرفت كيف بدي البسه. كيف بدي احط الحزام؟ ما هذا ما هذا يا خرق. شنو هذا؟ ظن انه في حزام جوا. جايز انا شوي دخلت في هدول جوا، سو بظن انه يربط هيك من جوا. ما بعرف اذا هذا الحزام لإله ولا لا، لانه ما بظن انه في حزام. لا هذا مش لإله، ما بعرف ليش بالبدايه ما عجبني، بس هلا عم بيعجبني شوي شوي. عجبني انه في حزام من جوا وانه هيك شكله شوي كيوت. يلا باي جايز، انا سوف احلق. ديد وات ذا فاك. هذا اكثر واحد عجبني اكثر من الثاني. اذا الازرق عجبني رح البس الازرق. هو صح طويل، بس هذاك الفستان الثاني اطول منه. خليني اجرب اخر فستان وارجع لكم. اوكي سو هذا اخر واحد واكثر واحد ما عجبني، كثير كبير. ما بدي اربط الحزام اصلا لانه بعرف انه ما رح يعجبني، فقررت انه البس البنفسجي لانه عجبني. الشيء الوحيد يلي منيح بهذا الفستان انه مش طويل، انه طويل شوي بس مش كثير طويل، انه يعني رجلي بتطلع لما بمشي، بس كبير من هون. صراحة غير هلا وراح البس البنفسجي وراح ارجع لكم مشان اعمل هذا الوش وهذا الشعر. اوكي هاي بعرف ما عندي شيء شيل فيه شعري، شلت شعري بهي لانه انا انسانه كسوليه وما لي خلق ومدور. اخترت القصه انه هذا الشعر كله طالع من ورا، بس المهم انه يلي قدام طاير منه شيء. ما بعرف شو بدي اعمل لعيوني. اجتني فكره هلا، بس مش لمكياجي، لفيديو جديد. اوكي سو في هي العلبه فيها كثير الوان، فيها لون واحد بنفسجي بيتماشى شوي. ما بظن انه الالوان الغامقه رح تطلع كثير حلوه علي. رح اعمل عيوني اول شيء لانه اذا ما عجبني لون العيون فيني نشيله وبعدين اعمل هاد مره ثانيه واعمل مكياج خفيف. هلا اوكي ما فيني ماني متعوده انه بلش بعيوني اول شيء. سو خلص رح بلش بوشي. انا مش مبين.
يوم الجو حلو ورغم انه هلا شهر 12 والجو دائما بيكون كتير برد بشهر 12 بس اليوم الجو بجنن الحمد لله. خليني شوف عين ايه اللي ناوي عليك كاني شبح Take my hand. خبصت هون بس ما لي خلق انه امسح واعمل شيء ثاني سو خليني نفس ما هو. انا افشل وحده بالمكياج بس يلا عادي رح نعديها. خلصت من المكياج وحاولت انه هيك شوي اصلح الغره ما تصلحت كثير بس يلا عادي. حاولت شوي انه اضبط مكياج العيون ما انا مبين كثير بالكاميرا بس حطيت شوي بنفسجي يعني كثير شوي عادي يعني واذا ما حدا راح يشوفون اصلا لانه في غره. اوكي جايز مثل ما كنتم شايفين هذا هو الفستان دين من جوا كثير حبيته بصراحه عم يحلى بعيوني شوي اكثر اكثر. اوكي ماما شو رايك بالفستان؟ جميل Really? يهوز. You like it? يخبط. ليش لازم عنه؟ كبير شوي. والبصلي. البصلي لبسته بس الحزام ما بينربط منيح. لأنه شوي كبير الحزام كبير. حتى لو بدون حزام بصير. نو بيصير هيك كبير. ومكياج عجبك مكياج حاولت أعمل مكياج شوي بنفسجي. Purple. قريب للفستان. إيه شوي شوي. شو رأيك فيه؟ حلو. لو مكترة شوية الآي شادو ما حبيت كترة. جونا ضيوف وماما عم تحكي معهم صار لها شي ساعة وشوي وأنا بدي أطلع وكمان بلشت الدنيا تليل. أوكي جايز هلا رايحين على محل مشان نتسوق ورح ألبس هذا اللبس وهيك بدي أشوف ردة فعل العالم لأنه ما في حدا هيك بيطلع هون بأمريكا بهذا اللبس سو رح أطلع وخلينا نشوف هيك ردات الفعل وهيك شغلات. يلا شوبي سهني زي شوبي سهني زي. اوكي جايز هلا رح ندخل على المحل وانا لابس هذا الفستان يلي بخجل دايم. This just looks like I'm fleek right now. No. Oh hell no. هلا رح ندخل على المحل وفي كتير عرب هون. شو شوبي سهني زي زي. No, he's different. Everybody look at me because I'm from a girl dressed like this. People are looking at her. Like, you what are you doing? It's always within, isn't it? Mama, رح روح اجيب لوليد شغله بيحتاجها كم. هذا وليد هذول وليد بيحتاجهم سويت رح اشتري لك هذول لك pampers. ماما رح اشتري لوليد pampers. I told you, mom, everything is good. I swear, guys, you said we won't be here. And take him on the side. Wait, mommy, I'm sorry. Sorry. Oh, hell no! Multi text. Arizona. You want Arizona? Yeah, I want Arizona. So, we're going to go to the house. We're going to go to the house. Yeah, that's the face of confusion. No, I want zero fat so I don't get fat. I haven't drank milk in 5 years, so I want like a little shot. What are you doing? Mama, do you want yogurt? Mama, legs. Eat or treat? Treat. I'm mad, it's in the building. I like to move like that. Really? Yeah. I can't see anybody. Who's there? رحت أبغى أنا على ولي sharks. Okay guys, so هذا كان يومي كان يومي بس إنه رحت على المحل ورجعت على البيت ما قدرت إنه صور كتير واحد لأنه تصوير وليد ما كان كتير منيح وبعدين تركني لحالي لأنه كان لازم يعمل شغلة للأسف الشديد ما قدرت إنه صور كتير ما لحقت إنه صور كتير الصبح لأنه كان عنا ضيوف وضلوا جوا وأمي كانت عم تحكي معهم في ناس كانت عم تطلع علي برا فكان الموضوع شوي يعني مخجل لأنه ما بحب إنه هيك يكون مصدر الانتباه. شو صاير أول مرة بتشوفوا حدا هيك لابس. هذا كان الفيديو اليوم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وبس بحبكم للأمر والجوع. باي باي. جاهلي لا جاهلي لا جاهرا من دروك رغم دنيا كفاقا جاهرا من دروك رغم دنيا كفاقا
قلبي يتكسر متحط افضل في مكان ان شاء الله ستة الصبح بفكر فيه. I like more than checking how far.